أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة العمل عن مبادرة مشتركة لتقديم المساعدة الإدارية للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص في إقامة الدعاوى العمالية وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها. هذه المبادرة ستمكن المواطنين العاملين بالقطاع الخاص من الاستفادة من التسهيلات الإدارية المتاحة في مجال التقاضي للوصول للعدالة في كافة جوانبها. من منطلق الحرص على تطوير الخدمات المشتركة بين وزارات الدولة ومؤسساتها وتعزيز أطر التعاون بينها لتحقيق تطلعات الحكومة الموقرة بتقديم الخدمات بكل يسر وسهولة للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص، لذا جاءت مبادرة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة العمل، والتي تقضي بتمكين موظفي جهاز فض منازعات العمل الفردية في وزارة العمل بتسجيل الدعاوى العمالية إلكترونيا. تم اليوم توقيع اتفاق بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة العمل لتسخير النظام الإلكتروني الذي أسسته وزارة العدل لتسجيل وإعطاء الخدمات الإدارية للعمال البحرينيين الذين يحتاجون إلى رفع بعض القضايا التي لا تتم تسويتها عن طريق التسويات الودية. هناك نظام متطور في وزارة العدل إلكتروني متطور، وهناك روح إيجابية جدا للتعاون والاستمرار يهدف إلى حماية حقوق العمال. حرصت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في إطار العمل بين الوزارتين ووزارة العمل بالاتفاق لتقديم المساعدة الإدارية في رفع الدعاوى العمالية في مملكة البحرين، وذلك تسهينا للعمال البحرينيين والخدمات التي تقدمها وزارة العمل في هذا الشأن، ومن باب تطوير الخدمات في بين الوزارتين وتسهيلها للجمهور. وهذه المبادرة تكون بالتنسيق بين الأجهزة المعنية في كلتا الوزارتين لتوفيرها بشكل أسرع وسلس. هذه المبادرة تؤكد على توجيهات الحكومة الموقرة ورؤيتها الاقتصادية 2030 بتطوير منظومة الخدمات إلكترونيا، وبحسب هذه المبادرة تقوم وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتزويد وزارة العمل بنظام إلكتروني، وذلك لتمكين موظفيها المختصين من تقديم المساعدة الإدارية للعمالة البحرينية عبر تسجيل وقيد الدعوى العمالية وتقديم طلبات التنفيذ. بموجب هذه المبادرة تقوم وزارة العمل ممثلة في جهاز فض منازعات العمل الفردية بمهام تقديم المساعدة الإدارية للعمالة البحرينية في رفع الدعاوى العمالية من خلال نظام إلكتروني شامل معد لهذا الغرض. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.